طبعا الفيكتور فاليد فانكشن هي فانكشن الدومين تبعها بيكون ريال والرانج تبعها يعني صورتها بتكون فيكتور. يعني احنا هذا الفرق بينها وبين الدوال العادية. نذكر انه بالنسبة لكم دالة اللي تعرفوا قبل لما نقول لكم دالة نقول لكم مثلا اف اكس يساوي دالة مثلا اكس تربيع اكس واحد. اوكي المعروف على الدالة هذه هي الدالة الدومين تبعها بيكون R والرانج تبعها يعني صورة الدالة هي R مثلا. يعني لما تاخذ أعداد في R وتعوضهم في الدالة تلقى أعداد في R. هذا هو شو معناها الدومين والرانج. اوكي واللي رسمها طبعا بيكون في البلين. الحين الفيكتور فاليد فانكشن هي دالة الدومين تبعها R لكن تكتب مثلا fx مجموعة من الدوال، يعني بتكون فيها دالة أولى دالة ثانية ودالة ثالثة، يعني صورتها بتكون فيكتور، يعني مش دالة واحدة صورتها، بتكون مجموعة مثلا لو ناخذ ممكن يكون اثنين أو ثلاثة أو أكثر. أوكي يعني مثلا ناخذ مثال الدالة بتكون تكتب زي مثلا x تربيع زائد واحد فاصلة كوساين x فاصلة اكسبونشن اكس زائد واحد مثلا ولا زي اثنين. هذه دالة الدومين تبعها هو ار، يعني الأعداد ناخذهم اكسات في ار لكن الصورة تبعها في ثلاثة دوال كل واحدة في ار. اوكي يعني هذه بنسميها فيكتور فاليو فانكشن، يعني الفانكشن الفاليو تبعها فيكتور لانه هذا اللي تشوف فيه هو فيكتور. اوكي طبعا الكتابة هذه بما انه فيكتور نقدر نكتبها كل دالة الحالة زي ما سمينا هنا F F1 F2 F3. أوكي هذه هي الفرق بين الدالة العادية اللي تعرفوها وبين الفيكتور فاليود فانكشن، يعني فانكشن فاليو تبعها فيكتور. طيب شو هيتغير؟ طبعا هيتغير كل شيء نعرفه، هيتغير مش هيتغير لكن لازم نشوف معنى كل شيء. شو هو الدومين؟ شو معناها كونتينوس؟ شو هي الديريفاتيف؟ اشتقاق شو يصبح؟ في معاني بتتغير هنمر عليها. التكامل الانتجريشن شو تصبح لما تكون دالة فيها عناصر كثيرة زي كده. هنهتم بالدوال من نوع هذا، هذه هي الفيكتور فاليو فانكشن. وهنستعمل متغير تي لأنه يعني اكس دايما ذكرنا بالمتغير الأول، دايما لما نقول فيكتور نقول وحدثيته اكس واي زد. هنا هنستخدم متغير تي بنقول فيكتور فاليو فانكشن هي اسمها ار اوف تي اللي هي تكتب اف تي اي زي جي تي J زائد H T K، يعني هو يا فيكتور أحداثياته F T G T. ذكرنا بالفيكتور اللي شفناه في السابق H T، هذه هي الفيكتور فاليو فانكشن. هي هنسميها R of T R of T. أوكي طبعا في التطبيقات ال T هي التايم، هي الوقت. اوكي يعني هذه بتعطي تطبيقات اكثر في الوقت لما هذه الدوال تتغير مع الوقت، يعني عشان كده نستعمل دائما حرف تي. اوكي يعني ذكرنا بالتايم او تي از فاريبل اندبندنت فاريبل اللي هي دائما بتقصد بها الوقت في اغلب الاحيان، يعني موست اوف ذا ابلكيشن. اوكي في الفيزياء بنستخدمها كثير هذه. طيب ناخذ امثله، مثال ار اوف تي تكتب تكون معطات 3 زائد 2 تي اي زائد جذر 1 ماينس تي جي زائد تي تي كي بكي، يعني هي فيكتور اي جي كي طبعا هم الاحداثيات الاتجاهات. اذكركم اي جي كي هم احداثيات الاكس واي زد في الفضاء. هذا اي هو الفيكتور اللي طوله 1 اللي هو على الاكس اكسس، الجي هو الفيكتور اللي طوله 1 على الواي اكسس، والكي هو الفيكتور اللي طوله 1 على الكي اكسس. اي جي كي اللي استخدمناهم طبعا في الشابتر اللي فات، هذه هي الاي جي كي يعني احداثيات. طيب الدومين شو هي؟ بما انه الداله كما تلاحظوا كانها فيها ثلاثه دوال ثلاثه متغيرات، الدومين حيكون دومين الثلاثه مع بعض، يعني تقاطع الدومينز الكل. يعني لما يطلب مني الدومين حشوف الدومين الاولى والثانيه والثالثه وناخذ انترسكشن. هذه هي الدومين. اوكي اذا اسمي الاولى اف
هذه F وهذه هسميه جي وهذه H. دومين الـ F هو R لأنه الدالة دائما موجودة لكل T. دومين الجذر هو لازم اللي تحت الجذر يكون موجب. دومين الـ H هو R. أوكي، هاخذ التقاطع كله، تقاطع يعني الأولى R والثانية R. الأولى يعني من سالب انفينيتي لموجب انفينيتي. طبعا اللي تحت الجذر لازم واحد ماينس تي موجبة، يعني تي تكون أصغر من واحد. أوكي، عشان هذه بتتحقق لأنه الجذر لازم اللي تحت يكون موجب. تي أصغر من واحد يعني من سالب انفينيتي، هذا هو الدومين بالنسبة لي. دكتور هذا في استفسار؟ لا بس انا كنت بشوف الحين دائما التي نوديها للطرف الثاني او الفقره السالبه. ايوه اللي هي واحد ماينس تي هذه؟ اي الحين اللي يروح للطرف الثاني اللي هو الفقرة السالبة او التي دايم حتى لو كانت موجبة. نقص الجذر هذا، جذر واحد ماينس تي موجب. تقصد مثال هذا صح؟ اي انت تدور على التي، بما انه التي امامها سالب نوديها هي. لو تترك التي وتودي السالب لازم تضرب في سالب الكل. نفس الشيء تعطيك. اوكي، انت الهدف تدور على تي، بما انه تي امامها سالب نقول ننقل التي ونخلي الواحد. عوض ننقل الواحد ونضرب سالب نعكس الاشاره. راح تعطي نفس المعنى. اوكي. موجود تشابتر 1، تشابتر 2، تشابتر 4، تشابتر 3. طيب، نواصل. يعني الدومين الأولى زي ما قلنا هو R. كاملة. دومين الثانية سالب انفينيتي واحد وثالثة R. تقاطعهم طبعا التقاطع عندك سالب انفينيتي هذا الصفر دائما، وهذه موجب انفينيتي وهذه سالب انفينيتي. لو ناخذ الحين الأولى هي R والثالثة R والثالثة والثانية هي من سالب انفينيتي إلى واحد. هذا من سالب انفينيتي إلى واحد. شو اللي يتكرر في الثلاثة؟ اللي يتكرر في الثلاثة هو سالب انفينيتي إلى واحد، هو موجود في الثلاثة، موجود هنا، موجود هنا، موجود هنا، يعني الدومين هيكون سالب انفينيتي إلى واحد. تقاطع يعني اللي يتكرر في الثلاثة. هذا دومين الدالة هذه. أوكي؟ طيب، هذا بالنسبة للمثال الأول، بالنسبة للمثال الثاني، نفس الشيء ها. نفس الشيء كلهم زي بعض. اوكي، ناخذ دالة ثانية هذه بس كلهم R domains. هذا R واللي مضروف J R مضروف في K هو واحد، يعني دائما معرف، يعني الدومين هيكون R. الدومينز يعني ناخذ تقاطع الثلاثة. هذا بالنسبة للدومين. بالنسبة للجراف الحين اللي هي أكثر الرسم لو عاوز أرسمها. طبعا الرسم إذا هنطلبه فيه هيكون في حالات معينة، لأنه الرسومات ما هي سهلة يعني بالنسبة لل 3D زي ما تعرفوا. الرسم بس تفهموا المعنى، الرسم هي مجموعة النقاط اللي تمثل F و G و H في نفس الوقت، يعني كأنهم هذم على كل T بتعطيك نقطة ترسمها. C is the space curve describing the vector valued function RT. OP هي R، يعني لو ناخد T ونعوض من F G H يعطيني نقطة. النقطة هذه هي هذا حنسميه فيكتور R، وكأنه الفيكتور R يتحرك على الكيرف، يعني كل ما ترسم تلقى نقطة نقطة، كل تي تعطيك نقطة. أعطيكم بعدين مثال تربط النقاط هذه مع بعض، هي الكيرف، نسميها الكيرف أو the graph. example ها مثال، هما الـ component of R. أحيانا نقدر نرسم وأحيانا لا. RT أعطاني هي هذه فيكتور، كما نقولوا فيكتور valid function هو فيكتور يعني. اوكي، سواء نكتبه لك بالاي جي كي ولا كده زي بعض. هذا لو ننظر له، لو نسمي الاولى اكس والثانيه واي والثالثه زد لانه متغيرات،
هذا بيذكرني بالإكويشن أوف بلين اللي شفناها الشابتر دي فات. إكويشن أوف لين مش بلين. بلين يكتب يساوي صفر. إكويشن أوف لين هذا. لين باسينج ثرو النقطة هذه اللي قلنا اللين هي زعما نقطة دايركشن فيكتور. النقطة اللي تمر منها هي 3 1 سالب 2 والدايركشن فيكتور زي ما قلنا هو ضوار بالتي. t minus 1 و 2 minus 1 4. هذه هي الايكويشن. شو هي؟ هو قال لي هنا describe the curve، ما قال ليش ارسمها لانه مش حتقدر ترسموا اللاين في الفضاء. مستحيل نقدر نرسم لاين في الفضاء، صعب جدا. اوكي صعب جدا نرسموا لاين في البلين. سهله تجيب نقطتين وتربطهم مع بعض في البلين، سهله تاخذ نقطه ونقطه وترسم. بس في الفضاء هي نفس النقطة 3 واحد زي 4 حتكون في الفضاء يعني، والدايركشن يعني صعب جدا ان نرسمها. يعني هنا قال ديسكرايب، بس قول لي شو هي. نعاود راهو الامثله بتعطى في الشكل هذا، يعني ما نعطيكش اي معادله ونقول لك ديسكرايب، لانه في معادلات ما نعرف شكلهم شو هو. يعني مش اي معادله تقدر توصل ويقول لك قول لي شو هي. في معادلات ما نعرف شو هي، ما عندهاش شكل معروف يعني. يعني هنا بنحكي على الامثله اللي بتودينا الى معادله نعرفها، يعني تعودين عليها. بس هذه لاين لما يجيب كلهم كده فيهم تي هي اللاين. اوكي طيب مثال ثاني، هذا مثال السهل. مثال ثاني يكون فيهم عدد وكوساين وساين. قال لي ديسكرايب ذا كيرف، عدد واحده عدد والثانيه كوساين ساين. حنسمي اولى اكس والثالثة Y والثالثة والثانية Y والثالثة Z نفس الشيء. المعادلة هذه صراحة ما تذكرناش بشيء، يعني معادلة ما هي سهلة، بس حوريكم كيف تقدروا ترجعوها معادلة معروفة. أوكي هنا تلاحظوا بالمعادلة الثانية لو نطلع الكوساين، نجيب الكوساين، الكوساين T هيكون Y على 4، والهذي هنطلع منها الساين، ساين تي يساوي زد على 9. اوكي تعرفوا كلكم اللي كوساين تربيع زائد ساين تربيع يساوي 1، هذه خاصيه. اوكي يساوي 1، يعني لو نعوض الكوساين هذا هنا والساين هذه هنا شو هنلقى؟ هنلقى معادله اللي هي معادله اللبس. شوف شو سوينا، عوضنا الكوساين تربيع بواي على 4، يعني واي على 4 تربيع، واي على 4 تربيع. اوكي كلها تربيع، والساين تربيع هي زائد على 9 تربيع. اوكي يساوي 1. لما فكينا التربيع لقينا واي تربيع على 16 زائد زائد تربيع على 81 يساوي 1. هذه المعادله هي معادله اللايبس، هذه معادلة اللبس. اوكي اللي هو مجموع التربيع يساوي 1، ماهوش للبس وايد. لبس وايد لازم يكون معاها اكس تربيع على اي تربيع، لما يكون في متغيرين بس تتسمى للبس، اللي هي كنا رسمها هو زي الدائرة الممططة زي البيضة يعني. اوكي بس في البلاي مش في الفضاء. هذه نسميها اللايبس ان واي زد بلين، لانه الواي والزد هما اللي موجودين في المتغير في المتعادل. لكن هنا تلاحظوا انه عندنا اكس يساوي 2، يعني ما لهاش اللايبس في اي مكان. هذه اللايبس في البلين اكس يساوي 2، اللي هي رسمه معقد جدا ماش حنرسمها، بس نقدر نرسمها بس مش مطلوب. يعني لو عاوز افسر لكم شو معناها اللايبس في البلين اكس يساوي 2، هذا اكس وهذا واي هذا زد. هاجي ارسم البلين اكس يساوي 2، هذه 1 وهذه 2. البلين ما نقدر نرسمه راهو صراحه في الفضاء، حيكون بلين عامل كده بس يقطع النقطه هذه موازي للشاشه. تصوروا عندكم الشاشه اللي امامكم تطلعوا باكس 2 في اتجاهكم، يعني تسويوا شاشه ثانيه موازيه للشاشه اللي امامكم تكون بعيده على الشاشه الاصليه 2. هذه اللي صورته رسمته لكم هو بلين الاكس يساوي 2 في جوا الشاشه. هذا البلين اللي رسمته ترسمه لللايبس، مش مطلوب الرسم يعني، مش حطله مش مطلوب الرسم، بس حاب افسر لكم شو معناها اللايبس موجوده في بلين اكس يساوي 2. شو معناها
قولي طب انت كيف عرفت هذا؟ بس انا عندي اكس يساوي 2 هنا، هذا البلاي وهذه لللايبس، جابت لي لللايبس، يعني حاجه عاديه يعني قريتها من الموجود، مش انا يعني مش اخترعتها، يعني هي مكتوبه كده. اوكي، يعني لو انا اغير مثلا، لو الاكس هي 4 كوساين والواي هي 2 او 3 والزاد هي 9 ساين، شو حيتغير؟ هتصبح الاكس والزاد هما اللي حيعطوني لللايبس، لانه مجموع التربيع كوساين تربيع ساين تربيع، هتصبح اللايبس في البلين واي يكون 2، يعني الثابت هو البلين. فهمتوا؟ يعني نقدر نغير 2 هذه في اي مكان، او 3 رجعها، او 4 سواء اكس او زي واحد وزي. طيب شو المهم تركزوا عليه؟ لما تلقاو كوساين وساين دائما تذكروا انه مجموع التربيع واحد، وحاولوا تلقاو العلاقه بينهم. اوكي، هذه تعطيكم فكره على المعادله، حتكون اللايبس في البلين متغير الثالث اللي انتم ما كتبتوا فيه معادله. هذه مثال، عاود راني زي ما قلت لكم راي الامثله محدده، لانه ما نقدر نطلع على بامثله اخرى، يعني تصبح صعبه جدا التعامل معها. طيب ناخذ مثال ثالث. هنا حيقول لي سكتش، تلاحظوا في الامثله هذه ما قالش سكتش، لانه ما تقدروا ترسموه، ما مستحيل تقدروا ترسموه، بس هنا قال لي سكتش ارسمه. اوكي، هنا قال لي سكتش ليش حسب رايك؟ لانه حكون في الـ في الـ في البلاين، لانه ما عنديش كي هنا، يعني انا بحكي على فيكتور فاليد فانكشن، الفاليو تبعها في البلاين عندها متغيرين بس، يعني الفانكشن عندها بس متغيرين، هذه نقدر نرسمها ما عندي مشكله، في البلاين نقدر نرسم. هنا قال لي سكتش دي كيرف ديترمايند باي ار تي، وبعدين سكتش ار تي في النقاط، ما ارسم سكتش، قال لي ارسم. ارسم يعني تقدروا تعوضوا تي في كل نقطه من هذا، يعني تقدروا تسويوا جدول. اوكي، تكتبوا تي، هذه حسماها اكس ولا اف، وهذه حسماها واي. هنا احسب، شفتوا تي شو قال لي؟ بين سالب 3 و 3، ناخذ سالب 3 مثلا امثله، ناخذ سالب 2، ناخذ سالب 1 اذا عاوز، او 0، او ناخذ نقاط ونحاول نربطهم ببعض، 0 1 2 3. تقول لي لازمين هذا من الكل؟ مش لازم، يكفي انك تاخذ بعض النقاط مهم عشان تفهم الرسم وتعوض. طبعا هذه الاكس هي تي والواي هي 9 ناقص تي تربيع، هنا حساب عادي، لما تعوضوا بسالب 3 الاكس تبقى سالب 3 والواي تصبح، بما ان 9 ناقص تربيع هتصبح 0، لانه 9 ناقص 9، لما تعوضوا بسالب 2 الاكس تصبح سالب 2، الاكس هنا دائما هتبقى نفسها لانه الاكس هي تي، هنا هذو نفسه ما فيش فرق. شفتوا؟ سويت جدول حضع فيه النقاط ونعوض. هنا الواي 9 ناقص تي تربيع هتصبح 9 ناقص 4 يعني 5، هنا 9 ناقص 1 8، هنا 9 هنا 8، يعني في سيمتري راهو في الرسم. اوكي، تلاحظوا النقاط هما نفسهم حيتكرروا، هنا هتصبح 5 وبعدين حيلقى 0. النقاط هذوم اللي انا وضعتهم في الجدول حضعهم على الرسم واربط النقاط مع بعض، ما فيش مشكله يعني في الرسم صراحه. اوكي، شوفوا شو نسوي، شوفوا معايا المهم. اوكي، ركزوا على هذا، لما عوضنا بتي سالب 3 لقينا الار سالب 3 هي النقطه سالب 3 0، نيجي نضع شفتها النقطه سالب 3 0، لما عوضنا بسالب 2 نلقى النقطه سالب 2 5، نيجي نضع النقطه سالب 2 5، هذه سالب 2 وهذه تقريبا 5 البوزر صح. اوكي، هذه النقطه سالب 2 5، لما عوضنا بصفر لقينا النقطة صفر تسعة، وضعنا النقطة صفر تسعة، وقلنا في سيمتري من الناحية الثانية لأنها تربيع، في اثنين حتلقاو اثنين خمسة، شفتوا هذه اثنين مثلا وهذه الخمسة، شفتها اثنين خمسة، وفي الثلاثة تلقاو ثلاثة صفر النقطة، هذا رسم يعني ثلاثة صفر. بعدين شو نسوي؟ نربط النقاط ببعض. كيف نربطهم ببعض؟ نجيب منحنى يمشي يمر من النقاط الكل، هذا هو الرسم اللي تشوفوا فيه. اوكي، الرسم هو ربط النقاط. تقول لي ليش انت اكتفيت بهذا؟ لانه هو قال لي تي بين سالب 3 و 3، قال لي ارسم لي بين سالب 3 و 3، هي الداله نفسها معرفه بس بين سالب 3 و 3 مش في اي مكان، ما قاليش تي في ار، لو قال لي تي في ار كنت كملت هنا نزلت هنا وهنا، هي بارابولا رسمها هذه، سماها بارابولا. اوكي،
يعني هنا لما يقول لي سكتش بس نعوض النقاط ونربطهم بعض، ايش مشكله يعني؟ اوكي، شو قال لي؟ سكتش ذا كيرف، ناخذ الار نعوض في التي على حسب المعطيات اللي اعطاهم لي ونحسب ونضع النقاط. بعدين قال لي سكتش ار تي، شو الفرق بين الكيرف والار؟ هذا عبكم تفهموا الفرق بين الكيرف والار. اعطيني ار تي لما تي تساوي سالب 3. اوكي، طيب لما عوضنا بسالب 3 لقينا النقطه هذه سالب 3 0، لكن الار سالب 3 هو فيكتور. يعني كيف ترسموا الفيكتور؟ تاخذ النقطه اللي هي سالب 3 0 وتسوي الفيكتور او الفيكتور هذا ار تي، هو هذا شفتوا ار سالب 3 هو الفيكتور هذا، هو فيكتور الار احداثياته اذا اكتبوا فيكتور هو سالب 3 0. كيف نسوي نرسم فيكتور؟ ناخذ النقطه هذه نرسمها نضعها ونربط بين الاو اللي هي الاوريجين والفيكتور، هذا ار سالب 3 هذا بالضبط. ار سالب 2 شو هي؟ نعوض في النقطه سالب 2 نلقى سالب 2 5، نضع النقطه سالب 2 5 اللي هي هذه، والفيكتور ار سالب 2 هو هذا فيكتور. ذيك علاش سماها فيكتور فاليو فانكشن، يعني كان فيكتور بيتحرك على كيرف، هو الار هي فيكتور بيتحرك على الكيرف. هي ار 0 ار في الزيرو هي 0 9 احداثيات الفيكتور او 9 جي 0 9 هي هذه. بعد ما نضع النقطة نربط بين الاو والفيكتور والنقطة طبعا. اوكي، هذا الفرق بين الكيرف والار. الار هو فيكتور بيتحرك على الكيرف، يعني على حسب النقطة تجيب النقطة وتربطه مع الاو. اوكي، يعني كل النقاط هذم اللي انا شفتهم هذم كلهم هذم ار، الفيكتورات هذم كلهم ار. قولي كيف ارسمهم؟ تضع النقطة وتربط مع الاو، هذه هي الفيكتور. شو معناه؟ هذا الفرق بين الفيكتور والرسم. نفس الشيء بو مثال اخر نفسه فرق. انا قال يعطيني ديسكريبشن ذا كير ار تي هي 3 تي زائد 1 نكست سكتش ار 0 اند ار 1. انا ما قاليش سكتش ذا كير، ما قاليش يرسم لي الكيرف كامل، قال لي يرسم لي بس ار 0 وار 1. اوكي، طيب ار 0 نعوض ار في الزيرو ونضع النقطه ونربط الفيكتور. ار 0 شو هي؟ طبعا لما تعوضوا بزيرو هنا تلقاه زيرو، لو تعوض بزيرو تلقاه واحد. ار زيرو هي زيرو وان، يعني شو اسوي؟ حتى لو نعيد نرسم زيرو وان، تيجي تضع النقطة هذه زيرو وان، هذه هي النقطة شفتوها، هذه النقطة زيرو وان. الار زيرو شو هو؟ الار زيرو هو الفيكتور هذا اللي يطلع من الاو الاوريجين هو صفر صفر ويوصل للنقطة زيرو وان. زيرو وان هي هذه. اوكي، هذا هو ار زيرو. ار وان شو هو؟ تعوضه بوان تلقاه ثلاثة سالب 8، تضع النقطة 1 2 3 وتنزلوا سالب 8 2 3 4 5 6 7 رسمي مش صحيح بس كده. وبعدين جي ترى تاخذ فيكتور اللي يطلع من الاو ويمشي للنقطة سالب 8، هذا هو الفيكتور ار 1 مرسوم هنا بقى. انا بس حبيت نوريكم شو كيف تسويه. اوكي، هذا هو المعنى الفيكتور ار تي كيف ترسمه حسب التي المطلوبة، يعني ترسم النقطة وتربطها مع الأو ويسمى فيكتور اللي هو الفيكتور فاليد فانكشن. بعدين قال لي جيف ذا جراف ديسكريبشن اوف ذا كيرف، ما قاليش ارسمها، قال لي اعطيني الديسكريبشن، يعني قول لي شو هي. زي لما نقول هي بلين، هي اللايبس، هي بما انه في البلين احنا حتكون معادلة فيها متغيرين. طيب نفس الشيء هنا اشياء راي مختاره عشان تمشي، يعني مش اي مثال نعطيهم نقول لكم اعطيني ديسكريبشن حتلقاه وتسويه، كونوا متاكدين. لو اعطيتكم هنا كوساين وساين تستعملوا المثال زي السابق تلقاه اللايبس مثلا، بس هنا اعطيكم تي وتي بس في في خيار، يعني مش خيار عشوائي. لاحظوا انه اذا اسمي اكس هي 3 تي، 9 تي تربيع هي اكس تربيع، يعني الواي هذا اختيار او كذا ما نقول اخترناه عشان يكون بالضبط. شفتوا 9 تي هي 3 تي تربيع، 9 تي تربيع. ليش هذا؟ عشان نلقى علاقه بين الواي والاكس، والا اذا ما فيش علاقه مش حقدر اقول شو هي الديسكربشن. يعني هنا قلنا انه 9 تي تربيع هي 3 تي كلها تربيع، بما انه الاكس هي 3 تي عوضناها هنا.
تصبح واي عندنا اكس اكس تربيع. هذه المعادله هي بارابولا، معادله البارابولا بسمها. It is a parabola. عاود راي الامثله مختاره عشان تمشي. يعني انا لو اغير شويه، لو هذه مثلا لو رجعها تكعيب مثلا، هذا السؤال هذا مش حتقدر تجاوبه، ما اقدر اساله انا السؤال، شفتوه ما عندوش معنى، لانه يعني مش حتقدر تقولوا لي شيء هي، لانها يعني ما هي كيرف معروفه، ما اقدر اختار اي مثال واقول لكم يجيبوا لي شو هي. اكيد بانه في امثله بنعرفها زي اللابس، زي البارابولا، اشياء محدده، زي البلين، زي اللاين، اشياء معادلات زي اللي شفناها، وفي اشياء ما نعرفها، يعني تبقى اشياء يعني اي شيء ما عندهش معنى، ما عندهش اسم. هنا بما نقول لك ديسكرايب، اعطيني شو هي، يعني شيء معروف. اوكي، ونفس الشيء هنا بنختم، هنا يحب يقول لكم الحالات اللي نقدر نسالها. لو يعطيكم تي تربيع وتي، اوكي شو تسوي؟ يعني فما يعني في علاقه بين تي تربيع وتي. اوكي، هذه قال لك هي بارابولا، شفتوها هنا المثال اللي سويناه احنا الحين. شو اللي تركزوا عليه في المثال اللي شفناه؟ في تي وتي تربيع، وين تلقاو اكس تي وواي في تي تربيع والعكس هي بارابولا، تقدروا تلقاو علاقه بيناتهم. هذا هو المعنى. اوكي، طيب شو الحاله الثانيه اللي نقدر نسالها؟ لو يعطيك ساين وكوساين، زي المثال اللي قبل، تذكروا اللي شفناه قبل المثال هذا اللي قلنا هي اللايبس. اوكي، لو ساين وكوساين حتكون دائما اللايبس، تسميه اكس هي اي كوساين، والواي هي واي بي ساين، وتسوي وتكتبوا مجموعه التربيع ويساوي واحد، تلقى اللايبس. هذا هو المثال، شفتوا؟ قلت لكم انا راهو شيء مختار، شفتوا هنا كوساين وساين، ونشوفوا كوساين وساين اكيد حتلقاو اللابس، تلقاو علاقه بيناتهم اللي هو مجموعه تربيع واحد، وتلقاو تي وتي تربيع، فكروا في البارابولا، لانه في علاقه بين الاكس والواي. هذا هو معنى الامثله، يعني ما نقدر نسال امثله ما تعرفوها، يعني ما تقدر تلقاو تفسير عليها. هذه اعطيكم كانوت عشان يقول لكم لما تلقاو تي وتي تربيع حتكون دائما بارابولا، بس تكتبوا الاكس كده والواي كده تلقاو علاقه بيناتهم، ولو تلقاو كوساين وساين حتكون دائما اللابس. اللابس، اوكي، حالات مختلفة. تفضل. دائما القى علاقه الساين والكوساين، اي دائما مجموع التربيع واحد، صح ولا؟ هذا قانون معروف، يعني احنا مجموع التربيع دائما واحد، هذا اساس. اوكي، يعني لما يعطيك ساين كوساين، جيب الكوساين من الاولى، سمي اكس هي اي كوساين، والواي هي اي ساين ولا بي ساين هنا. اوكي، جيب كوساين من الاولى، يعني كوساين شو حتكون هنا؟ حتكون اكس على اي، ومن الثانيه الساين شو حتكون؟ واي على بي. تنقلهم في المعادله هنا، يعني المعادله حتصبح اكس على اي كلها تربيع، زائد واي على بي كلها تربيع يساوي واحد، اللي هي اللابس. اوكي، يعني دائما نفس الشيء، دائما العلاقه هذه موجوده، هذه جايه من التريجونومتريك، مش احنا يعني، هذه علاقه معروفه، مجموعه التربيع واحد، كوساين تربيع وساين تربيع. هذا شو قال لك هنا بالضبط؟ حاب يفسر لك كيف تجيب الكوساين، تكتب الاي ساين والبي ساين، بي ساين هي واي واي كوساين هي اكس، وتكتبهم في المعادله. هذا بالنسبه لل أمثلة اللي نقدر نرسمها. طيب نمشي، شفنا الدومين وبعض الكيرف، شو معناها الكيرف، وحالات خاصة خاصة جدا عاود تقدروا نطلب رسمها، إلا في البلين في الفضاء ما نقدر نطلب. الليمت الحين، وتعرفوا إنه لما كان عندنا دوال في، شفنا يعني أحيانا يقول يسوي ليمت الدالة، طبعا لما كان الدالة بمتغير واحد بس نعوض القيمة أو نسوي الليمت على حسب. هنا الليمت نفس الشيء، الفرق انه الداله فيها ثلاثه متغيرات. لما يقول لك سوي ليمت الداله، حتسوي كل ليمت كل واحده لحالها. لما الليمت في الاي، حاعطيكم امثله، هي ليمت الاف في الاي زائد ليمت جي في الاي، ليمت الاتش في الاي، اوكي في الاي، عفوا في الاي، هذه مضروبه في اي، هذه جي وهذه كي. يعني مثال، هذه حسوي لها الليمت في الزيرو، او اقول لكم سويوا الليمت في الزيرو، عادي ليمت، عادي تسوي ليمت هذه في الزيرو، ليمت هذه في الزيرو، ليمت هذه في الزيرو، مجموعهم طبعا واحد ناكس تي لما تعوضها بزيرو تلقاه واحد، ما فيش مشكله. 4 اي تي لما تسوي وتعوضوا تي بزيرو، اكسبونشال زيرو هي واحد، تلقاه 4 يعني.
ساين تي ساين 2 تي على تي لما تسويه الليمت في الزيرو كم يساوي هذا؟ تعرفوا اوبيتال رول، قانون اوبيتال شفتوه ولا عندكم في لا. شفتوه ولا لسه؟ تدرسوا 106 انتم في نفس الوقت على 107. اي شفناها اي يعني هنا صفر على صفر نسوي مشتقة البسط على مشتقة المقام، مشتقة البسط على مشتقة المقام. مشتقة الكوساين الساين شو هي؟ هي 2 كوساين على مشتقة المقام هي 1 اللي هي تعطيكم 2. او عندكم قانون قبل يقولون لكم ساين اكس على اكس الليمت تبعها 1 صح ولا كنتوا تستعملوه قبل في الثانويه في الصفر اللي نفس الشيء يعني هذا وهذا نفسه، بس الحين تقدر تستخدموا اوبيتال يعني اسهل. لانه شفتوا اوبيتال لما يكون عندكم 0 على 0 تساويه مشتقة البسط على مشتقة المقام، مشتقة ساين 2 تي هي 2 كوساين، مشتقة تي هي 1، لما تعوضوا بزيرو تصبح كوساين 0 1، الليمت هي 2. اوكي؟ يعني الليمت هذه هي 2. شفتوا قاعدين نستعمل اشياء معروفه على الدوال العاديه في الفيكتور فاليد فانكشن، لان هي دوال عاديه يعني هي مجموعه دوال عاديه، انظروا لهم كل داله لحالها. لما يقول لي ليمت نسوي كل ليمت لحالها. اذا جيت صعوبه نستعمل الافكار اللي نعرفها في الدوال زي اوبيتال زي اوكي زي غيره يعني. مش اساس مش هذا اللي حنهتم به كثير، لكن بس حبيت نوريكم فكره مثال على ليمت كل ليمت تسويها لحالها. هذا هو الهدف. اوكي continuity تعرفوا بس تعريف مش حاجات يعني مهمة كثير الحين. continuity هو تعريف continuity العادي، شو معناه الدالة متصلة في نقطة continuous. معروف انه الدالة نقول f لو كان دالة عادية ft limit ft لما t تروح ل a هي fa، هذا هو تعريف continuity في نقطة. اوكي دالة متصلة يعني لما تقترب من نقطة على اليمين وعلى اليسار هي f النقطة، هذا هو المعنى الكونتينيوتي. يعني دالة مفروض تعرفوها، بس عندي دالة متصلة هي وهذه النقطة A، يعني لما تيجي جنب الA يمين ويسار تلقى دائما F النقطة، هذا هو شو معناه كونتينيوس. اوكي هذا هو دالة متصلة، لأنه لو الدالة كانت ما هي متصلة يعني تنقطع في الوسط زي كده مسويها، لما تيجي يمين ويسار ما تلقاش نفس القيمة، تلقاش F النقطة، هذه كتسمى دالة مقطوعة ما فيهاش كونتينيوتي. طيب بالنسبة لنا مش مجرد تعريف، continuity نفس الشيء هي limit ال rt هي r of a في t لما t تقترب من a، يعني limit هي نفس الدالة بتعوضها في النقطة. هذا تعريف عادي ممكن ما نفش حنستخدمه خالص، بس هو تعريف بس. الderivative ممكن حنحتاجها لأنه حنشوف بعدين تعريفات تستخدم derivative. الderivative بالنسبة للvector valued function هو تسوي derivative كل دالة لحالها، هو vector يعني. يعني الـ R هي F، حأعطيكم أمثلة GH لما أقول لكم اشتقى تشتقوا الـ F الحالة و G الحالة و H الحالة، تلقيه دالة اسمها R داش R داش T، عندها تفسير الـ R داش حنستعملها في التطبيقات بعدين. أوكي الـ Vector Valued Function الـ Derivative تبعها هي Derivative كل دالة، هنا في تطبيقات للـ R داش وحنسوي أمثلة. أوكي The Vector R داش اللي هو الديريفاتيف اوف ار عنده اسم اسمه تانجنت فيكتور اوف ذا كيرف، عنده تفسير هندسي واسم. اوكي هذا هو شيء حبي يفسر لك، يعني لما ار تي هو الفيكتور قلنا اللي يربط بين الاو ونقطه على الكيرف، الار داش باش يكون شو هو؟ هو التانجنت فيكتور، شفتوا هو المماس فيكتور المماس يعني في النقطه نفسها اسمه تانجنت فيكتور. اوكي تانجنت فيكتور تو ذا كيرف ات بوينت بي، يعني لما يجيكم سؤال يقول لك فاين تانجنت فيكتور بس تشتقوا الار، ار داش از كولد تانجنت فيكتور. طيب اذا هذا التانجنت فيكتور شو هي التانجنت لاين؟ التانجنت لاين هي اللاين اللي تمر من نقطه بي واتجاهها هو التانجنت فيكتور. هذه اللاين شفتوها اللاين هذه اللاين هذه اسمها tangent line. Tangent line to C to the curve at P is defined to be the line through P اللي تمر من P and parallel to R dash. يعني لما يجيكم في سؤال يقول لك هوريكم أمثلة بعد شوية، أعطيني معادلة tangent line
هو يعطيك الار، تشتق الار جي بار داش وتاخذه هو دايركشن فيكتور، وتاخذ النقطه بي هي النقطه اللي تمر منها اللاين. ما قلنا اللاين عشان نجيبها، هذا طبعا ترجعوا للشابتر اللي فات، لازمها نقطه واتجاه دايركشن فيكتور. الدايركشن فيكتور حيكون هو ار داش. اوريكم امثله الحين، مش صعبه الحكايه، بس الاسم تذكروه، تانجنت لاين هي اللي تمر من نقطه واتجاه هو الار داش، والتانجنت فيكتور هو الار داش نفسه. اليونت تانجنت فيكتور عنده اسم، اليونت تانجنت فيكتور هو التانجنت فيكتور، ترجعوه يونت. كيف نرجع فيكتور يونت؟ تذكروش فيكتور عاوز نرجع طوله واحد، نقسمه على ماجنيتيود اسمه تي. هنا تي اوف تي جاي من كلمه تانجنت فيكتور، تي 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 اوف تي هو ار داش على الماجنيتيود ار داش. هذه مش قيمه مطلقه، راهي ماجنيتيود. اوكي ماجنيتيود الار داش بسميه يونت تانجنت فيكتور. يجي اسئله كده يقول لك فاند يونت تانجنت فيكتور، فاند تانجنت لاين، فاند. اوكي بون جيومتريك انتربريتيشن مش مهمه، مش هنرسم احنا، بس حاب يقول لكم هذه الار، فسريكم كل واحده شويه. الار هي هذه، الار داش هو تانجنت على الـ على الكيرف، والار دبل داش يجي بيناتهم، يعني هو له يعني هو في البلين اللي فيه الاثنين اللي يجي بين ار وار داش. مش هنستخدمه احنا في الرسم، بس هنشوف بعدين شو احتياجات. طيب ناخذ مثال هنا، بون نوت هنا، هذا النوت مش مكانها، بس هذا مثال للليمت. قال الداله هذه، هذا مثال للليمت، ارجع للليمت. الداله هذه ما عندهاش ليمت، لان واحد على تي ما عندهاش ليمت. يعني لما نقول لكم سويوا ليمت وواحده من الدوال ما عندها ليمت، قول ذا ليمت داز نوت اكزيست، لان واحد على تي في الزيرو ما هي معرفه، هي ما لا نهايه، does not exist. طيب مثال مش مكان، هات ناخذ امثله على الار وار داش وار دبل داش وحساب. الار وين عاوز ار داش، نشتق مشتقه التي واحد، مشتقه التي تربيع اثنين، تي مشتقه التي تكعيب ثلاثه، تي تربيع واضح مشتقه وحيده. ار دبل داش شو هي؟ هي مشتقه الار داش. اوكي اللي هي مشتقه الواحد زيرو، مشتقة 2 تي 2، مشتقة 3 تي تربيع 6. شفتوا؟ يعني نشتق الدوال ونخلي الجي والكي. طبعا تقدروا تشتغلوا بالاي جي كي، ولا تشتغلوا بالاحداثيات. يعني اللي مش اللي ما يحب اي جي كي يقدر يكتب كده، ولما يجي يشتق يقول هذه 0 وهذه 2 وهذه 6 تي، نفس الشيء يعني ما فيش فرق. يعني هذه اي وهذه جي وهذه كي. اوكي قال لي سوي الدات بين ار داش وار دبل داش، سوي الدات. دات هو الدات العادي اللي تعرفوه اللي شفناه في الشابتر اللي فات، دات بين الاول والثاني، تضرب الاول في الاول زائد الثاني في الثاني زائد الثالث في الثالث، تلقاه سكالر. دات الدات العادي. الكراس شو هو؟ الكراس هو اللي شفناه في الشابتر اللي فات، اللي هو تضع اي جي كي وتضع احداثيات الاي هنا واحداثيات احداثيات الار داش هنا عفوا وار دبل داش هنا، وتسوي ديتيرمينت الكراس. حبي ورينا الكروس، الكراس بيناتهم هو يعطيني فيكتور، كراس بين تو فيكتورز هو فيكتور. حساب هذا عادي بس يستعمل الار. التانجنت ها والامثله على التانجنت، تانجنت فيكتور تو سي او قال لي فايند ذا بارامتر ايكويشن اوف تانجنت لاين وان تي ايكوال تو. تانجنت لاين قلنا هي لاين تمر passing through، تمر بالنقطة بي اللي هو حددها لي، تعالوا نشوف شو هي. and having the with direction vector هو ال شو هو الدايركشن فيكتور، قلنا هو الار داش في التي. طبعا لازم يقول لي التي شو هي، لانه ار داش هذه تي كما تلاحظوا فيها عدد لا نهائي من الفيكتورز. شفتوا هنا قال لي وين تي ايكوال تو، يحدد لي الوقت، اعطيني اللاين اللي تمر من نقطة بي في الوقت هذا. الوقت تي هي الوقت، وتي هي متغير. يعني عندي حاجتين لازم اجيبهم، لازم اجيب البي. شو هي البي؟ هي ار في الوقت اللي هو حده. يعني البي النقطة بي هي ار في النقطة في التايم اللي قالوا هذيك. كيف اجيب النقطة؟ النقطة هي هذه يعني، لانه زي ما وريتكم في الرسم قلت لكم عندكم نقطه بي، الار هو اللي يربط بين او بي. يعني لما نقول لك تي تعوض الار في الوقت تلقى النقطه هذه،
اوكي، وتعوض الار داش في الوقت عشان تلقى الدايركشن فيكتور. هذاك علاش هنا جينا اول شيء سويناه عوضنا هذا وهذا زي بعض، عوضنا ار داش في اثنين هذه ار داش نلقى الفيكتور اللي هو 1 4 12 اللي هو حيكون الدايركشن فيكتور لللاين، وعوضنا الار اللي هذه في اثنين لقينا 2 4 8 هي النقطة اللي حتمر منها اللاين. يعني عندي نقطة لاين تمر من نقطة بي والدايركشن فيكتور تبعها هو ار داش اللي هو 1 4 12. تعرفوا تكتبوا اللاين، ما قلنا اللاين هي اكس يساوي واي يساوي زد يساوي، تضعوا معادلة تضعوا احداثيات النقطة اللي هي 2 4 8 زائد احداثيات الفيكتور في التي 1 تي تعطيني تي وهذه 4 تي والثالثة 12 تي، يعني اللي سويناه قبل يعني لاد بوينت ودايركشن فيكتور اللي هو الار داش اللي هو التانجنت فيكتور بسميناه. اوكي يعني هذا هي كيف تجيبوا، شفت ما قال لكم هو بس يقول لكم لاين انتم لازم تعرفوا النقطة كيف تجيبوها. اوكي جبنا النقطة من الكيرف من بي عوضنا في الار وجبنا الدايركشن فيكتور عوضنا في الار داش وكتبنا المعادلة هذه هي. شفت يعني يقول لكم هو تانجنت لاين لازم تعرفوا شو هي تانجنت لاين، بس تستخدموا المعطيات وتجيبها اللي هي البوينت تعوضها في الار دايركشن فيكتور تعوضها في الار داش. نفس الشيء هذا مثال ثاني find the equation of tangent line to the curve C. شفتوا قال لي RT هذي وقال لي الوقت، لو ما يقوليش الوقت نكتبه له بالتي عادي، بس هنا اللي حدد لي عاوزها محددة. شو تسوي هنا؟ تاخذوا الR تعوضها في الوقت هذا تلقاه النقطة P، تاخذوا الR داش تعوضها في الوقت هذا تلقاه الدايركشن فيكتور، تكتبوا المعادلة. هاي صعبة الحكاية اللي هي بقى تصبح هذا شو صار؟ خذينا الار اشتقيناها كما تلاحظوا، المشتقة في الباي على 2 هي الدايركشن فيكتور، تعوضوا هنا تي باي على 2 هنا وهنا وهنا، وبعدين تعوضوا في الار تي باي على 2 هنا وهنا وهنا، تلقاوا النقطة والدايركشن فيكتور. سهلة باي على 2 يعني الكوساين 0 والساين 1. لقينا انه النقطة هي هذه والدايركشن فيكتور وهي يعني معادلة شو هي اكس واي زد تساوي 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 أحداثية النقطة زي ما قلت لكم باي على 2 0 باي على 2 هذه شفتوها أحداثية الفيكتور 1 يعني هنا زائد 1 في تي يعني تي سالب باي على 2 يعني سالب باي على 2 في تي والأخيرة 1 يعني زائد 1 في تي تي في ار هذه هي معادلة اللاين بوينت ودايركشن فيكتور. البوينت تعوضه في الار ودايركشن فيكتور تعوضه في الار داش. اوكي هذه هي يعني وتكرار نفس الأشياء. مو نفس الشيء هنا قال لي find the parametric equation for the tangent line to C which is given parametrically by. يعني C الكيرف أعطاه لي كده. إحنا متعودين الكيرف نقول لك R of T equal. R of T equal. هذه هي R of T شفتها؟ R of T equal 2 تيتا كعيب. يعني أحيانا الكتابة بينكم غريبة بس هي نفسها. قال لك find parametric equation of the tangent line to C و C هي هذه. C هي ال R. C هي ال R. هي ال R. ال R of T. أوكي؟ يعني الكيرف تبعها سميناها C. يعني تلاحظوا هنا أكتبها لكم كده. هذه ال R. عشان تجيبوا معادلة اللاين شو تانجنت لاين شو تسوي تاخذوا السي او هذه تشتقاها هذه الار زي ما شفتوا كتبنا ار اوف تي هي هذه هذا اكس واي زد خذينا اشتقيناها ار داش اوكي عوضناها في النقطه عشان نجيب الدايركشن فيكتور اوكي بس هنا في شيء غريب شوي الصعوبه فين هنا عشان تعوضوا في النقطه لازمنا التي وهنا ما قاليش التي هذه هي الشيء الجديد في السؤال يعني هنا أعطاني الإكويشن وأعطاني النقطة لكن دائما أتذكروا في الأمثلة السابقة النقطة جبناها لما أعطاني تي عوضنا في تي جبنا النقطة هنا العكس أعطيتكم النقطة لازم أنتم تجيبوا تي دائما
التايم هي شو التايم اللي يخلي النقطة تساوي هذه، شفتوها؟ يعني هذا يساوي واحد، هذه تساوي سالب اثنين، وهذه تساوي عشرة. خاطر النقطة منين جاية؟ هي البوينت جاية من الكيرف، هي تنتمي للكيرف. لكل تايم يوجد نقطة، لما نعطيك النقطة تقدر تجيب التايم، ولما نعطيك النايم تايم تقدر تجيب النقطة، نفس الشيء بالعكس، يعني مرتبطين ببعض، لازم الثلاثة يساوي بعض، بس واحدة تكفي، هذه تكفي، لأنه لو سويت هذه مفروض الكل يساوي، إذا ما سوي يعني في مشكلة. 8 تي زائد 2 تساوي 10، يعني 8 تي يساوي 8، يعني تي كم؟ 1. يعني النقطة هذه هي جاية من الكيرف هذه لما تعوضوا تي بواحد. شيكوا هنا، عوضوا بواحد حتلقاو واحد، وعوضوا هنا بواحد حتلقاو سالب اثنين، يعني نفس الشيء. يعني هنا دائما ركز، قول شو ناقصني أنا، شو لازمني؟ لازمني الار داش والبوينت. البوينت معطات والار داش غير معطات. لما جبنا ار داش لقيناها بالتي، لازمني نجيب التي. اوكي، جبنا تي زي ما قلنا هنا وعوضناها الحين الار داش، هنعوض هنا التي بواحد، نلقى الفيكتور 6 ب 10 8، كتبنا المعادله عاديه، اصبحت معادله عاديه، عندي النقطه وعندي الدايركشن فيكتور. شفتوا كيف سوينا؟ جبنا التي بواحد، هذا هو الحاجه الجديده، فرق بالاسئله الاخرى. بعدين الار داش هذه عوضناها في واحد، وكتبنا المعادله اللي تمر من النقطه بي هذه، والدايركشن تبعها هو الفيكتور، يعني المعادله هي اكس واي زد زي العاده. نحطوا معادلة النقطة، احذفية النقطة سالب 2 10، بعدين احذفية الفيكتور سالب زائد 6 تي سالب 10 تي زائد 8 تي. هذه هي معادلة اللاين، تانجنت لاين. اوكي، الأسئلة نفس الشيء هنا، اكتب هنا بس، هنا نفس الشيء. مثال آخر، لا هو نفسه هذا، مثال فيها نختم به. Find the equation of tangent line to the curve at t. هذه سهلة عادية، يعني أعطاك الكيرف وأعطاك التايم. أوكي، تعوض في التايم في المعادلة تلقى النقطة P، تشتق تعوض في التايم تلقى الار داش وتكتب المعادلة. هذا مثال سهل، الفرق إنه هنا في ساين وكوساين، بس شفنا مثال في ساين وكوساين سابقا. أوكي، هذه بالنسبة للمعادلة التانجنت لاين. بس خاصيات هذا ونرجع لهم المرة الجاية. خاصيات الاشتقاق، خاصيات الاشتقاق. طيب عنا تعرفوا قبل انه مجموع الاشتقاق، بس هنا ردوا بالنا اللي انا عنده في مجموع فيكتورز، اشتقت الجمع هي جمع الاشتقاق زي العادة، مشتقة الثابت في الجمع هي ثابت في مشتقة الدالة، ثابت في دالة. طبعا الدالة هي يو تي، هي فيكتور فاليد فانكشن. الضرب مشتقة F U، لكن في فرق هنا، الـ F هي ماهاش فيكتور فاليد فانكشن، هي فانكشن عادية، والـ U هي فيكتور فاليد فانكشن، يعني في R3، بس قانونها كأنه قانون الضرب. مشتقة الضرب هو مشتقة الأولى في الثانية زائد الأولى في مشتقة الثانية. أوكي، يعني قانون عادي. أوكي، الأشياء الجديدة اللي مش متعودين بها هي إنه لما يكون عندي فيكتور وفيكتور ما ينضربوا في بعض، تعرفوا ان الفيكتورز ما ينضربوا في بعض. علاش قلت لكم هذه ما هي فيكتور؟ يعني فيكتور وفيكتور ما ينضربوا في بعض، لانه هما ماتريكس في ماتريكس، والماتريكس عشان تضربهم لازم عدد اعمده الاولى يساوي عدد صفوف الثاني. والفيكتور في فيكتور، لما اعطيك فيكتور 1 2 3 نقول لك اضربه في 4 5 6 الضرب ما بيمشي، غير مسموح. يعني هنا لما يكون عندي، بس قلنا انه مكان الضرب في ضرب جديد في الفيكتور هو الدات والكراس. مشتقة الضرب الدات زي قانون الضرب العادي، هي مشتقة الأولى دات الثانية زائد الأولى دات مشتقة الثالث. هذه كل حنستخدمهم في أمثلة. ومشتقة الكراس فيكتور مع فيكتور هي مشتقة الأولى كراس الثانية زائد الأولى كراس مشتقة الثانية. أوكي، هذا بكل يعني لخبطوا صح شوية، بس هنشوف بالأمثلة مع العلم، ونقدر نستغنى عن القوانين، لأنه يعني إذا قال لي دات نسوي الدات ونقدر نشتق، ما مش لازم نمر بالقانون. هنا إذا قال لي كراس أقدر أسوي الكراس، نلقى فيكتور ونسوي له اشتقاق. يعني القانون مجرد أنه يسهل لما نحتاجه. وهنا شير رول،
ما يكون عندي يو اوف اف. اف هي ما هيش فيكتور فاليد فانكشن، هي ريال فانكشن يعني، هي يو اوف اف هي اف داش مضروبه في يو داش اف. طبعا هذه بكل قوانين هنحتاج نحكي عليهم الحصه الجايه ونسوي امثله عليهم. اوكي طيب اتوقف هنا اذا عندكم استفسار سريع.